موضوع الكرة واخد بالك ما تقدرش تتوقع، كله بيبقى كلام يحتمل ان هو يكون مظبوط او مش مظبوط، لكن المهم ان احنا نتفرج على ماتش حلو واجوان كويسه، هي دي اللي بتفرق معنا في الاخر. احنا كمصريين ممكن تكون انت بشجع فريق معين وانا بشجع فريق معين، لكن في النهايه عايزين نتفرج على ماتش حلو. لا طبعا مش عايش، كان نفسي طبعا المغرب هي تطلع، بس يعني ربنا ما اردش، فمعلش فخلينا المره دي ميسي يكسبها المره دي، وان شاء الله بينا حظ السنه الجايه ان شاء الله في اذنها. هو ماتش 50-50 بس الارجنتين يعني ميسي رجع الفريق بتاعه، هم عاملين متوشة حلوة، مفيش إلا ماتش السعودية اللي خسروا فيه بس عاملين متوشة حلوة، وإحنا الشعب المصري بيحب الأرجنتين البرازيل الكرة اللي هي اللاتينية دي. والله هو الواحد أتمنى فوز الأرجنتين عشان ميسي، لأن هو ما توجش بطولة كأس العالم قبل كده رغم إن هو وصل لنهائي 2014 قدام ألمانيا، إنما برضو فريق فرنسا فريق متكامل وممكن يحافظ على اللقب، والمباراة بتحتمل جميع الاحتمالات. أتمنى الأرجنتين تكسب بصراحة، رغم أن فرنسا فريق قوي جدا بس أتمنى الأرجنتين. أنا شايف أن منتخب فرنسا متكامل أكتر، خط الدفاع والهجوم وخط الوسط وفي ربط كويس. طبعا في الأرجنتين في ميسي بيربط الجزء اللي هو اللي قدام بالدفاع، بس منتخب فرنسا متكامل أكتر وخططيا أحسن. ميسي برضو عنده مهارة عالية، بس امبابي سرعته جامدة وبيربط مع اللعيبة التانية، وجريزمان برضو هتبقى تاني مرة على التوالي، وبصراحة كده يعني أنا بميل لكريستيانو، فمش هتمنى ميسي يكسب نهائي كأس العالم. امبابي أنا من معجبين امبابي. هو أعتقد الأرجنتين هتكسب كأس العالم، مش أعتقد بس أنا حابب كمان الأرجنتين تكسب. توقعات حضراتكم لنهائي النهاردة وأرجنتين وفرنسا، مباراة أعتقد في غاية التنافسية زي ما بتقال كده، و50-50 يا كريم، ما تقدرش تقول غير بجد 50-50، الدوافع والمستوى الفني أعتقد هتبقى حاجة شوية غير متوقعة. رغم ده في توقعات حضراتكم شفناها من خلال طبعا التقرير، خلينا بقى نقرأ معاك وندخل على توقعات الناس اللي كتبت لنا على السوشيال ميديا. هتلاقي رقم 2-0 لفرنسا متكرر كتير في تعليقات ناس كتير. اه والله بس مبدئيا 2-0 كمان يعني الارجنتين مش هتحقق حاجه خالص. لا هي موزونه بس فكره 2-0 تحديدا متكرره. تعالي نبتدي بداليا محمد تقول صباح الورد على اجمل برنامج، توقعاتي فوز منتخب فرنسا بنتيجه 2-0، واسلام الفوري بيقول ان شاء الله فرنسا 2-0. برضو محمود عبد العزيز 2-0 لفرنسا. حبيبة أحمد الأرجنتين 3-1، دي نتيجة مختلفة، دي هتبقى مفاجأة كبيرة لو ده حصل. مش هيحصل، أنا بقول لك المونديال ده فرنساوي. محمود سعد عز الدين بيقول 2-0 لفرنسا، وأحمد ميدو بيقول 2-1 للأرجنتين. فودك كينج بقى 2-1 للأرجنتين، ما ماشي. سعيد عبد العزيز، لا ده أبو العز، 2-1 للأرجنتين برضو. عوض محمد فرنسا إن شاء الله 2-0. مروه خالد بتقول الارجنتين 2-0، ومنى حسن من غير ما تقول سكور بس قالت فوز فرنسا، ونور بتقول 2-1 للارجنتين. ابو صفا فرنسا 2-1، محمود عارف 2-1 لفرنسا، يوسف ملاك 3-2 لفرنسا. علي السيد بيقول فوز فرنسا 1-0، وكامل عطيه بيقول الارجنتين هي اللي هتفوز، ومحمود عبد الرحيم بيقول فوز الارجنتيت بالته بنتيجه 2-1. دي منتخب جديد. الماتش عند الارجنتيت النهارده. ده منتخب جديد معانا. عبد الحميد انور فرنسا 3-2، فوز فرنسا ايه؟ بركه الصلاه والسلام على رسول الله. فعلا. عمر احمد 1-0 الارجنتين. عماد بيقول الارجنتين هتكسب 2-1، وسيد عاشور بيقول فرنسا 2 الارجنتين 0 ان شاء الله. بص الكفه لحد دلوقتي ارجح لفرنسا برضو. انت واخد بالك من التوقعات؟ طبعا طبعا. تامر النصايره 1-0 لفرنسا، بتالي دعم علم فرنسا طبعا. احمد رمضان 2-1 لفرنسا. بيبو احمد الارجنتين 2-1. محمود الشاذلي بيقول ان شاء الله تعالى الارجنتين 2-0، ومحمود يسري محمد بيقول الأرجنتين 2 وفرنسا 3، ومحمود تايسون بيقول 2-1 للأرجنتين. علي عسكر 2-1 للأرجنتين، زيزو كوتش 2-1 فرنسا، يوسف السيد 3-0 فرنسا. واو، اعتقدش هاي سكور كده 3 ازاي يعني، ارجنتين برضو مش سهله يعني. وحياتك كل وارد، كل وارد. محمد ماشي. رمضان بيقول فرنسا 2 الارجنتين 1، محمود حجازي بيقول 2-1 للارجنتين، ورفعت عنتر بيقول 2-1 للارجنتين. بص 2 ده زي ما انت قلت فعلا كومن كتير قوي. خالد المصري 2
للأرجنتين، 1 فرنسا، هدى تمراز فوز فرنسا، نادر محمد 3-2 للأرجنتين. وعبد الرحمن بشير بيقول فوز فرنسا 3-1 عشان أكيد في بنالتي لميسي، ومحمد أبو زياد بيقول فرنسا إن شاء الله 2-1، ومو حامد بيقول 2-1 لفرنسا. عندك محمد إبراهيم 3-2 لفرنسا، مصطفى محمد علي 2-1 للأرجنتين، بهاء همام الأرجنتين تكسب بإذن الله. محمد خليفة بيقول فوز فرنسا باللقب على الرغم من أن الدوافع هنا أكتر لصالح التانجو. سارة خميس بتقول الأمال واللي نفسي فيه طبعا ميسي والأرجنتين، إنما الواقع بيقول فرنسا أقرب. طبعا لو هتتكلم برضو على الاسكوات يا كريم، هنا وهنا بتالي فرنسا فعلا كفتها أرجح. أبو رؤية بقى على فكرة ده صديق البرنامج، ده بيجي على الراديو وبيجي هنا أبو رؤية وعلى كل السوشيال ميديا بصراحة، جميل. يعني من الناس الأكتف جدا. فتلاتة فرنسا 2 الأرجنتين، طارق جمعة 1-0 لفرنسا، أحمد حنفي بيقول 2-1 لفرنسا، ووليد رشدي بيقول 2-0 للأرجنتين والأرجنتين، وكاتب أن ميسي هو اللي هيجيب الأجوال. طيب تعالى بقى آخر ثلاث تعليقات. أحمد منصور الأرجنتين تفوز 3-1، خالد فريد أتمنى فرنسا، وأشرف رفعت 3-2 للأرجنتين. طيب قبل ما نختم حضرتك توقعاتك إيه؟ أنا بقول 2-1 لفرنسا. الله. أنت مش كنت أرجنتين من غيرت رأيي؟ الله. اتغيرت المعطيات وغيرت رأيي. لا لو تفتكر، شوف بقى، لا هقول لك بس أنا خليك عند مبادئك. ما أنا جاي لك أهو، ما أنا جاي لك السؤال. أنا فاكر كويس أنت سألتيني السؤال ده، كانت في حلقة يوم الأربعاء اللي فات، توقعاتك للفاينل. قلت لك إيه؟ قلت لك أنا مش فارق معايا الطرف الثاني مين، بس اللي نفسي قوي فيه إن يكون الطرف الأول هو المغرب. وقتها انا ما اديتكيش اجابه وافيه، وقلت لك المغرب يعني نتمنى بس بعيد. عشان كده بقول لك لما المعطيات اتغيرت، لا خلاص هو كفه الورقه والقلم زي ما انت بتقولي فعلا، حسبه السكواد اللي فيه كم اكبر من الموهوبين لصالح فرنسا. الارجنتين انا عن نفسي مش شايف قوي غير ليونيل ميسي، فهل لوحده هيكون قادر على ان هو يحمل الارجنتين للتتويج؟ وده وارد برضه يا عالم. اوكي هنشوف. يعني انت بتقول في الاخر 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا. انا اقول فرنسا، لكن السكور مش عارفه اشوفه قوي، تعرف بيبقى فيه احساس. اصل هي لو خلصت تعادل وبقى فيه ركلات ترجيح هنعرف منين فعلا. لكن تعالي نتخيل ان مش هنوصل للمرحله دي، وان في فريق هيفوز قبل انتهاء ال 90 دقيقه. ممكن ممكن يو نيفر نو. هو الارجح يعني لو انت جيت قلت، هتقول لو جيت قريت المشهد هنقول مع بعض ان لا ممكن يوصلوا لركلات ترجيح، لان الاثنين تقال والاثنين مستقتلين بمعنى اصح، وده الماتش الفينال، فلازم هيبقى كل حاجه بتبذل، وده هيخليك تاخدك لاكسترا تايم ولضربات ترجيح منطق. بس حتى لو ده وصل اكيد التوقع الاكبر، وده مش انا وكريم بس يعني موجود على السوشيال ميديا، التوقع الاكبر لصالح فرنسا كان بقى ممكن، انا شايفه رقم فردي مش زوجي. بصي ايا كان الرقم وايا كانت النتيجه، الحاجه الاكيده يعني ثلاثة هيبقى واحد، بس مش هيبقى حاجه دبل يعني واحد منطقي. لو even. لو خلصنا قبل ال 90 دقيقه وما اضطرناش نوصل لاكسترا تايم او ضربات ترجيح، المنطق يقول ان واحد كفايه قوي، لان الارجنتين برده مش هيبقوا ساكتين. خلي بالك برده، بس انت عارف انا عايز الماتش ده يوصل لضربات ترجيح. قول لي ليه مبدئيا، انت هتتفرج فين؟ والله انا للاسف الشديد يؤسفني واحس بنفسي للاسف على الاقل الشوط الاول، ما حدش هيسمعك اخر يوم الماتش. حابب اكلم نفسي، عندي شويه كلام كده عايز اخد ودي مع نفسي الحلقه والله. المهم يعني انا هتفرج بره طبعا، فانا حابه عشان السسبنس كمان نوصل ضربات ترجيح. انا حابه ده، انا اتمنى ده. تخيل بقى ماتش جامد كده 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 طبعا صحيح.